المسلسلات قدمت شو عندها، وبنهاية الموسم في شخصيات ما عاد رح نشوفها أبدا، وفي شخصيات مصرة تضل تطل علينا كل سنة. هاي نوتات رمضان، وأنا أنس فرج عبر منصة إي تي سيريا ويوتيوب سي سي بي دي إكس بي. ظاهرة النهايات المفتوحة غزت المواسم، حتى اعتاد المشاهد انه يشوف الحلقة الأخيرة وما نضمنان ان الأخيرة فعلا. جشع إنتاجي بيخلي المنتج يفرض وجود جزء ثاني أو أكثر، حتى لو استغنى عن الكاتب والمخرج وحتى الأبطال. يعني حمى باب الحارة انتقلت لكل الشركات بشكل عام تقريبا. قبل عامين وبتعليق من كاتب مسلسل العربجي على صفحتي الشخصية، نفى نية الاستثمار بالمسلسل وكتب عن وجود جزء واحد فقط، بس نهاية المسلسل على التلفزيون اجت غير، مع نهاية مفتوحة جدا وحديث على منصات التواصل عن وجود موسم ثاني قيد التحضير. التحالفات اللي بتنهار بلحظة والأعداء اللي بيحبوا بعض فجأة، فرضية حملت بعض التشويق لتشكل ختام المسلسل اللي كشفت كواليسه عن روح متيني بين فريق العمل، خلت من كل من درية، أبو حمزي، بدور، عبد العربجي وغيرهم من الشخصيات إنما تكون عابرة بذاكرة المشاهدين. البرافو إن المسلسل متماسك وما كان في شخصيات محشوة، والإيقاع ضل مضبوط من الحلقة الأولى للأخيرة. أما العتب فعلى السرد البطيء اللي ما بيحتمل 30 حلقة من جهة، والعنف اللي وصل لطرش الدم أكتر من مرة. طرش الدم نهايات مشتركة بين أكثر من عمل، بس الدم ما فارق حلقات الزند على اختلاف أشكال القتل، وتأرجح الحديث بين وجود جزء ثاني من عدمه. هو أسلوب تشويقي من قبل شركة الإنتاج حتى تقول أن الجمهور هو اللي عم يطالب، وبناء على رغبته رح نعمل الجزء الثاني. النهاية راحت أقرب للشكل الهوليودي، مشاهد مقتبسة من أفلام عالمية، وكل الأبطال بتلتقي بمكان واحد لتواجه البطل الخارق. بس الربع الأخير من النهاية حمل نوستالجيا عالي، وفكرة الصور الفوتوغرافية خلت المسلسل يرتبط بذهن الجمهور بمرحلة زمنية ما سبق تقديمها بالدراما السورية. البرافو للمؤمنين بأنه الدراما مانا لعبة، والحريصين على مسك الكاركتر من أول تك لآخر تك، للموسيقى اللي حفرت وساعدت بانتشار المسلسل. أما العتب بيتوجه للتساهل بطرح الأفكار غير المنطقية والحلول الدرامية السهلة وعدم إدراك تأثيرها على بنية العمل. البنية الواحدة سمت مسلسل زقاق الجن، الحتوتة بتبدأ من الأول وبتخلص بعد 30 حلقة. السؤال، هل كانت بتحتمل تعيش على مدار موسم كامل؟ التفاصيل هي اللي بتشفع، توريث الشر بيقابل وراثة الظلم، والثمن اللي بيدفعه المتعدي ممكن يكون على دور أولاده أو أحفاده. سيناريو بيخرج من محدودية البيئة الشامية لطرع عناوين عريضة عن الظلم الاجتماعي، وبالخلفية شخصيات من لحم ودم عايشة بدوامة هذا العنف. البرافو لتامر إسحاق اللي صنع مسلسله الأكثر تكاملاً على الأغلب، لمحمد العاص المبهر باستقلالية نصوصه عن بعض البعض واللي بيأكد أنه حتى بالبيئة الشامية فينا نكتب شيء مهم، وطبعاً للأداء المعزوف على نقطة إبداع خاصة. أما العتب فلإنهاك المسلسل بخطوط فرعية لتعبئة 30 حلقة، وأيضاً للعنف الدموي اللي ظهر بأكثر من مشهد، لاسيما قتل شيماء للطيف بالحلقة الأخيرة. إلى مربى العز، الأضعف بين مسلسلات البيئة الشامية إذا ما استغنينا، وفينا نستغني بكل سهولة عن تصنيف ما يسمى باب الحارة. حالة بهرجة المسلسل إنتاجيا وتسويقيا ما أنقذت الحكاية، اللي تحركت بفوضى على مدى 30 حلقة لتخلص بشكل مفتوح مع الحديث عن نية وجود الموسم الثاني. حلول أقرب للكرتوني أخذ شكل النهاية، مشاهد متوقعة سلفاً، انتصار مطلق للخير، الكل ممكن ينأذى بس ما حدا بيموت، والمقولات العريضة ما صنعت الإمتاع المطلوب، هي بوادي والمسلسل بوادي تاني. البرافو ضئيل شوي لعدة أسماء بالعمل تمسكت بالأداء رغم غياب وجود قصة ناضجة. أما العتب فعلى المخرج اللي بحاجة إن تعيد حساباتها بفكرة بناء مشروع درامي بعد سنوات من العمل والنجاح، وللكاتب اللي بحاجة يغني نصه بسيناريو وحوار ومعالجة تناسب نمط الأعمال اللي مطلوب منه، وأيضا لآلية الإنتاج المطلوب منه وضع شروط أكثر مهنية لإخراج عمل أكثر نضجاً بخطابه للجمهور. النار بالنار، خلص المسلسل وما عرفنا مين أطلق النار على مين. الترهل بالحلقات الأخيرة نسف بنية الحكاية اللي انتهت مع اللاجدوى، البطلة بتموت والبطلين بيتدمروا. الحب ما بيعيش غير عند الجيل اللي تخطى الانقسامات، يمكن تكون هيك رؤية المخرج أو تفكيره، ويمكن لا، حسب رؤيته اللي يمكن ما بيعرفها غيره، خلت المسلسل يتحول لمشاهد ممتعة متقطعة غرقاني بحالة من المشاهد المجمعة بمكان واحد.
فكرة إنجاز الحكاية بلوكيشن واحد وبرؤية بصرية جيدة لا يعني خلق مناخ متماسك للقصة. التقطيع الدرامي العبثي بيقضي على تماسك الحكاية وبيخلي إقحام الرؤية السينمائية مرة جديدة بالدراما التلفزيونية مخاطرة كبيرة إذا ما حسبت بشكل صحيح. البرافو لإنجاز العمل بأقل مشاكل ممكن عند الجمهور مقابل مشاكل لا نهائية بين الكاتب والمخرج. برافو أيضا للصورة اللي كسرت نمطية الدراما المشتركة وصورت الشارع اللبناني بشكل جديد بهذا النوع من الأعمال، ولثنائية طارق تميم وساشا دحدوح اللي حملت دور كبير بمتابعة المسلسل. ابتسم أيها الجنرال، عمل قيم لكن لا يحمل روح واحدة. حالة غياب التوافق بين الكاتب والمخرج بتأكد مرة جديدة احتمالية انهيار أي مسلسل درامي مهما كان النص متين، وفكرة النهاية المفتوحة هي الأسلم بظل تشابك الطرح المقدم مع الواقع الحالي. ولو كان المسلسل تحرك بشخصيات محدودة بالقصر بدون الشخصيات الثانوية والكومبارس لكانت النتيجة أفضل بأشواط. البرافو لتحدي الدراما برفع سقف الطرح إلى أماكن كانت محظور التطرق لها وكسر الحاجز مرة، يعني أنه فينا نقدم دراما عربية متمردة بالشرق الأوسط. أما العتب فعلى عدم جديد الكاستنج بإيجاد ممثلين حقيقيين لهيك أدوار والتساهل الإخراجي بتقديم قصة من هذا النوع وغياب الميزانية الكبيرة اللي رقمها هائل أمام النتيجة الفنية الضعيفة بصريا، اللي بيأكد مقولة أنه أضخم عمل درامي ممكن يكون أكثر الأعمال تعرض للسرقة. الزلزال هو نهاية للموت 3 بعد ما كان الغرق نهاية الموسم الثاني، ورغم تأكيدات نجوم المسلسل قبل يومين من النهاية انه ما في مخطط لجزء رابع، بس ربع الساعة الأخيرة من المسلسل نفى هي التصريحات، وبذات اسلوب الزند لعبة التشويق رح تتكرر للاستثمار بجزء جديد من عمل حلول الهندية الإخراجية تخطط مسار الدراما اللي بيتحرك فيها. رغم تحسن مستوى الجزء الثالث عن اللي قبله، لكن ظل الموت المسلسل اللي بيختار إقحام لا منطق بقصة الدعي الواقعية بتفاصيل عديدة، الشيء اللي بيأكد مرة جديدة عن إنهاك أي مشروع بيحقق جماهيرية بالاستثمار فيه حتى يصير فعلا للموت. البرافو لتغييب الألفاظ البذيئة وتقليل عدد المشاهد المثيرة بظل القناعة بطرح المسلسل ضمن موسم رمضان. أما العتب فعلى فكرة تكريس البطل الخارق اللي قادر ينفذ من أي ظرف معقد وحالة المبالغة بتقديم المشاعر بشكل بيخلي الأداء بكتير طارح يبين غير صادق. الحديث عن تفكك مسلسل خريف عمر ظهر بأكثر من نقطة سابقة واللي انتهى بنهاية غير منطقية أنهكت المشروع بشكل كامل. البرافو للأداء الصادق عند الممثلين والجو الخاص لكاميرا المثنى صبح والسعي لإبراز تفاصيل لطيفة للحياة بسوريا بعيدا عن دوامة العنف. أما العتب فبيطول وبيطول وبيتوجه بالدرجة الأولى لفكرة تبني مشروع درامي بوقت قياسي دون إعطاء المجال لطبخه على مهل وإعداد السيناريو بشكل المطلوب. ينتهي الموسم زمانيا دون انتهاء مسلسلات مثل مقابلة مع السيد آدم، حارة الإب والكرزون اللي اختاروا يكملوا بعد 30 حلقة، بس لقائنا بينتهي هون على أمل أن يتجدد الموعد الموسم الرمضاني القادم. النوتات: محاولة لقراءة موسم درامي بطريقة غير تقليدية وتأكيد على وجوب تواجد الفائدة والواقعية إلى جانب المتعة. هاي نوتات رمضان وأنا أنس فرج، كل عام وأنتم بخير.